له صنيعه من سجل الكتاب من عابدين. دائرتي عين وسارة ومسعد سترقى إلى مصف ولايات منتدبة بداية، وإن شاء الله في غضون الشهور القادمة ستكون ولايتين كاملتي صلاحية. إنما نحن نعيش معا هذه اللحظات التي من خلالها نريد أن نجسد إذن هذا الالتزام للسيد رئيس الجمهورية، وعاهدناه كلما التزم كلما عاهد إلا ووفى. الرحب بالشيخ الوالي اللي جانا الجديد بفضل الرئيس اللي جانا ذيك الليلة وقال تفضلوا يا أصحاب مسعد وأصحاب وسارة قبل رأس العام يكون عندكم الولات نتاعكم. دائرة مسعد سوف ترتقي إلى ما هو أكثر من هذا، وننتظر من هذا الوالي الجديد إن شاء الله أنه يعود فعل خير لهذه الساكنة وسكان الولاية المنتدبة، على الأقل تكون هو هناك تنمية أو هناك أفاق جديدة للشباب الواعد. ونطلب منه أنها تكون ولاية بعد عدة أشهر إن شاء الله في العام هذا 2024، إن شاء الله يخدمنا البلاد وإن شاء الله يعود ربي ينجحه في العمل تاعه، ونتمنى إن شاء الله النجاح للولاية المنتدبة وبالنسبة للدوائر تاعها كاع وبالبلديات إن شاء الله ومسؤولين البلدية تاعها ومسؤولين الدائرة. الحلم أصبح حقيقة بعدما طال غياب. عين وسارة كما كنتم تشوفوا إن شاء الله الوالي هذا إن شاء الله يجي وجه خير على المدينة، ورانا فرحين إن شاء الله وعدنا سنوات نستنوا إن شاء الله في الولاية هذه بها تطلع، وربي يحفظنا للرئيس إن شاء الله.